ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد سعد أحد ثوار مدينة بنغازي. سيد محمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو تعلق لنا سيد محمد بإيجاز عن التفجيرات التي حدثت بمدينة بنغازي اليومين الماضيين، تحديدا في الأماكن التي تسيطر عليها ميليشيات الكرامة. السلام عليكم. أنا والله معلق على موضوع التفجيرات ونعاود بالذاكرة قليلة بالماضي. نبدا بتفجيرات تبسي عام 2011، اول عمليه تبسيه صارت في مدينه بنغازي بعد ثوره 17 فبراير. ثانيا تفجير الثانويه الفرديه اللي هي المبدا فيها الاول على سبيل الوقواق، اين نتائج تقسيم تفجير محكمه بنغازي مناطق الثوره اللي هي ميدان الشهداء في مدينه بنغازي، تفجير البيضاء، تفجير القبه، تفجير مستشفى 1200، كل شاهد هذه الاحداث، اين نتائج تحقيق الى الان؟ تفجير سيارة أحد أفراد البحث الجنائي حماد الرملي، أين نتائج التحقيق؟ تفجير طبرق القرب من مقر البرلمان، تفجير السفارة الإيطالية أخيرا في طرابلس، تفجير سيارة الناشط السياسي محمد أبو عقيل. سيد محمد سعد، أذكرك بأن وزير العدل في حكومة علي زيدان كان قد صلاح المرغني كان أكثر من مرة يقول بأننا وصلنا إلى نتائج حول حوادث الاغتيال ولا نريد أن نذكر أسماء حفاظا على سير عملية التحقيق. هذا يدل على أن الجناة معروفين ولكن تم التكتم عليهم حسب تصريحات صلاح المرغني. صحيح تفضل. صحيح. وأنا أحب أن ننوه على الموضوع هذا، خصوصا هو يقصد من أن تم التعقب على الجناة والناس تقوم بتركيب السيارات المفخخه واللواصق، لكن قال نحن للاسف ما عندناش القوه باش نقدروا نتدخلوا وناقشوا الشخصيات هذوما باش نحلوهم على التحقيق او نحطوهم في السجون. هو يقصد فيها مجموعه السائقه، مجموعه سالم عفاريت ومجموعه محمود الرملي توا، واكبر دليل بعد وجود قوات مجلس شورى ثوار بنغازي مقرات السائقه واجد السيارات اللي كانت تقوم بعمليه الاغتيالات والمعدات الغرفه للتفخيخ، كل شاهد طبعا في مقطع الفيديو اللي عرفوه مجلس شورى بنغازي عن الناس وعن مواقع التواصل الاجتماعي. طيب سيد محمد، ايضا تم تعطيل تركيب الكاميرات في مدينه بنغازي في تلك السنوات 2012 و2013، لكن هناك سؤال محير جدا، الثوار كانوا هم المتهمين بالتفجيرات، تحقيقات تقول باننا قد توصلنا الى الجناة ولا نريد ذكر الاسماء، ثم بعد ذلك في وسائل الاعلام تشن حرب اعلاميه كبيره جدا على الثوار، لماذا برايك؟ باهي تمام. انا نحب نقول للناس اصحاب العقود البسيطه، باهي او كان يتهموا في الثوار ولا انصار الشريعه، شباب انصار الشريعه. طبعا انا متاكد 200% ان الشباب هذوما انظف واطهر من يكون بالاشياء هذه. باهي تو حاليا بنغازي من بنغازي خاليه من انصار الشريعه ومن الدروع علي دولتهم، هم قاعدين محاصرين في منفوده وقاعدين في السوق والصابري والمكانات هذينا. باهي تو حاليا من يكون في اغتيالات داخل مدينه بنغازي هذه المنطقه الشرقيه شاهدوا عقودكم. تو من؟ الاول اذا اتهموا فينا صار وشباب الدروب الثوار ماشي بيقولوا نحن افترضنا جدلا ان نحن سلمنا بالامر هذا، تو حاليا داخل مدينه بنغازي من يقوم بالعمليات هذينا؟ هذا سؤال متروك لأهل بنغازي سيد محمد. عميد البلدية قال بأنهم ليسوا متأكدين من وجود عائلات عالقة في منطقة قنفودة، كيف ترد على هذا سيد محمد؟ والله حسبنا الله ونعم الوكيل. هم طبعا اعلام الكرامه كل يوم يقول في شيء ويتضح ثاني يوم انهم يكذبوا في الكلام اللي قالوه اليوم اللي قبله. تو هم اليوم اللي فات قالوا قفوزه ما فيهاش عائلات عادله، وبعدين انتفعوا ان ينشروا في صور على مواقع التواصل الاجتماعي على مواقع نتاع يسمونهم بالقياده العامه انهم هم حرروا العائلات من الجو ويصوروا معاهم. واحده من ضمن العائلات هذينا البنت فتريه المسكينه اللي قتلوا باتها وقتلوا قوتها، بعدين طلعوا عليه تسلم هم المنقذ وحرروها وانها فتحيه ماهيش محروقه. اذا انت ممكن تقول ما فيش عائلات جوا واليوم تقول لا طلعتها حررتها هاي قاعده عندي طلعت كذبه ماهيش محروقه، يعني يا اخي احترم عقولنا. طيب سيد محمد، هناك ايضا اخبار عن خروج عائلتين من منطقه قنفوده هذا اليوم او ربما امس لا اتذكر. نعم نعم صحيح، امس خرجت عائلتين من داخل المنطقه المحاصره، وبنحب نبلغك علي معلومه اخرى. اليوم اللي فات ان واحد من الشباب اللي بعيد كل البعد عن الاشتباكات، الناس اللي تتفرج جوا في المناطق من الاشتباكات، كلم نسيبه وكلم اخته على اساس يجوا طلعوه طلع في منطقه معينه وجينا طبعا قدر الله وضربوا عليه من ضربوا عليه ميليشيات خفته اللي صفوا صف الشاب هذا اللي خرج اللي ما لهش علاقه بالقتال وصفوا اخته وصفوا حتى زوج اخته. هذه جريمة جدا كانت تنظيفها كما الإعلام مباشرة. إذا أنت سيد محمد سعد تؤكد
قتل ميليشيات الكرامة لثلاثة من العائلات العالقة في منطقة قنفودة بعد خروجهم. نعم، الشاب طلع من المناطق المحاصرة مع أخت جايين جاي هي وزوجها الطيارة باش يستلموه يطلعوا به، صفوا الأخوة وصفوا الأخ اللي طلع من داخل المنطقة وصفوا حتى زوج أخت الشاب اللي قتل اللي قتلوه ميليشيات الكرامة. نعم سيد محمد سعد أحد ثوار مدينة بغازي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.